اليوم وننتقل من الرئاسه الى الخارجيه. الخارجيه تنفي اعاده فتح السفاره المصريه في دمشق. نفى المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه صحه ما تداولته المواقع الاخباريه بشان اعاده فتح السفاره المصريه في دمشق، واشار الى ان البعثه المصريه بتمارس مهامها في دمشق منذ عام 2011 على مستوى القائم بالاعمال، وهو السفير محمد ثروت سليم، تقوم بتقديم الرعايه القنصليه للمصريين المتواجدين في سوريا من التوقيت ده تقريبا. وقال ابو الفتوح زيد في تصريح لي يوم السبت ان اخر الجهود اللي قامت بها البعثه المصريه تمثلت في ترحيل المجموعه الرابعه من المصريين العالقين في سوريا يوم الخميس الماضي. للتعليق على هذا الخبر السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجيه الاسبق، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ممكن نعرف ايه تطورات الموقف المصري في سوريا وتمثيلنا الدبلوماسي هناك بيمثل قائم بالاعمال وما قررناش فتح السفاره؟ الخبر يعني بيمثل بالنسبه لحضرتك مزيد من التفاصيل، هل هناك مزيد من التفاصيل؟ هو اللي حصل بالظبط ان في سبتمبر 2011 لما انتهت مده السفير اللي كان موجود، السفير المصري في دمشق وقتها ورجع الى القاهره، لم نعين سفيرا بديلا له وظلت السفارة مفتوحة على مستوى القائم بالأعمال. طبعا احنا كان لازم نخلي السفارة مفتوحة لأن لنا مصريين كتير جدا في سوريا وما عندناش إحصاءات دقيقة لعدد المصريين، فكان كل فترة بنلاقي ان في عدد من المصريين بيتوجهوا الى السفارة لترحيلهم سواء من خلال يعني حدود سوريا سواء مع لبنان او الحدود مع الأردن او غيرها لما بيحصل قصف، فكان لازم تواجد مصري في السفارة هناك ولكن ليس على مستوى السفير إنما على مستوى القائم بالأعمال، وهذا الوضع ما زال قائما حتى الآن زي النهاردة ما قال تصريح وزارة الخارجية إن السفارة موجودة إنما على مستوى القائم بالأعمال. فتعبير إعادة فتح السفارة في الحقيقة أنا مش فاهم إيه المقصود منه بالضبط، يعني هل المقصود لا هو المستشار بالضبط. أحمد أبو زيد بينفي ما تداولته الأخبار. طب انا فاهم، انا يعني الخبر اللي بيقول ان اعيد فتح السفاره، هو السفاره موجوده على مستوى القائم بالاعمال زي البيان الخارجيه ما قال، وده لان في مصريين كتير موجودين هناك ويجب ان يكون هناك من يرعاهم من وزاره الخارجيه المصريه. بشكرك جدا. ده الوضع اللي موجود من سبتمبر 2011 لحد النهارده. اشكرك جدا سعاده السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجيه الاسبق، وبنتقل